الشيء بالشيء يذكر بصراحة، المركز الإعلامي في الأندية فن، ما في والله شك. العظيم فن ما في شك. وهشام الكثيري يعني تعاملنا احنا معاه في اكثر من حاله، شاب من الطف واجمل ما يكون، ومتفهم هادي. لا ومتفهم، يعني عارف النهم اللي عند الاعلام وعارف اهميه النجوم اللي عنده. ايضا بعد ما ننسى المركز الاعلامي بنادي النصر، مركز مهم، وتعاملهم في اعلى واحسن الدرجات يعني، وتعاملنا معهم في اكثر من لقاء في فيتوريا في حمد الله. صحيح. ايضا ناس عارفين نهم الإعلام ورغبته أنه يبغى يحصل على معلومات، ومقدرين النجوم اللي عندهم. وبصراحة شوفوا بلوق مع ورقة على كلامك، طالع طالع كم لوق وطالع، معناته كم اللي واقفين يا أبو جود. طيب، هذه الملاحظات اللي قالها ماجد هي ملاحظات مهمة، أتمنى إذا كان في أي تعليق من الأخوان في المركز الإعلامي بلاد الهلال. وأكد تماما، ترى جزء كبير من صورة الإدارة والنادي واللاعبين هو المركز الإعلامي، اللي يعرف يعمل التوازن بين رغبة الإعلام وخلينا نقول خصوصية اللاعب، والحفاظ عليه أنك ما تزعجه، وأنه يعني يدخل تمارينه بدون انزعاج. هذه خلطة تحتاج واحد عنده حس صحفي، وتحتاج واحد عنده تفاهم يفهم يعني إيش إعلام. خلينا نبدأ بالتقرير الأول اللي هو عن أهمية صناع اللعب في الأندية.